de la Journée internationale des droits de l'homme, qui est le 10 décembre de chaque année, nous sommes ici pour représenter les élèves du complexe scolaire Al-Qalam, cycle collégial. الذي يصادف يومه العاشر دجنبر 2014. نحن بصدد المشاركة في ورشة كوينيا للتعريف بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان بمقر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان كممثلين عن تلاميذ السلك الإعدادي لمؤسسة القلم التربوية تحت إشراف أستاذ فيصل. معكم تلميذ صبر المهدي والتلميذة غيتا بزدير. تدرس كنوصل تشغيل سن تصويت كنصوت الحقوق ديال الشيخوخه بهيئه سليمه. إذن هذه مناسبة الاحتفال بذكرى صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مناسبة كنخلوها بشكل سنوي. هذه السنة ارتأت اللجنة في إطار فعالية الاحتفال بالذكرى تنظيم ورشة لصالح المؤسسات التعليم الخصوصي والانفتاح عليها بهدف خلق أندية للتربية على المواطنة وحقوق الإنسان في هذه المؤسسات والاشتغال على برامج تكوينية وتنشيطية في مجال حقوق الإنسان. ورشة اليوم كانت ناجحة، استفاد منها العديد من التلاميذ والأساتذة من مؤسسات التعليم الخصوصي، كانت بالتأطير من اللجنة الجهوية. عموما الأجواء تشجيع على مستقبل جيد في هذا المجال والتعاون بين المؤسسات ديال التعليم الخصوصي ومؤسسات التعليم العمومي واللجنة الجهوية في هذا المجال. كيفية ترسيخ روح المواطنة على الصعيد الإقليمي والدولي. وشكرا.